ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما هي شروطها؟ الصفة الشرعية للتيمم أن يضرب يديه على الأرض مفرجتي الأصابع مرة واحدة، يمسح بباطن أصابعه وجهه ويمسح كفيه براحته، وإن ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه فلا بأس بذلك. كلا الصفتين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التيمم من ضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه على الصفة التي ذكرنا هو الأرجح والأحسن. أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء أو العجز عن استعماله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو أن يخاف باستعماله عطشا أو ضررا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته. كذلك اشترط أن يكون التيمم على صعيد طهور، بقوله تعالى: صعيدا طيبا، يعني طهورا. هذا ما يشترط للتيمم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.